رجعنا اكيد وياكم احبتي المشاهدين، رجعنا مع الطبخه لهذا اليوم اللي راح تكون طبعا اكيد طبخه جدا بسيطه سهله وايضا سريعه مثل ما قلنا، واذا راح تكون مقاديرها ممكن اي شخص يشاهدنا انه يكتب المقادير وايضا ممكن انه يعمل هذه الطبخه. الاسكالوب من الاطباق المعروفه وايضا المشهوره في ممكن انه عملها بطريقه بسيطه جدا وايضا سهله. دائما الاسكالوب نعرفه انه بالمطاعم موجود لكن ما نعرف شلون طعمه وايضا نكهته، تختلف عن ما انه نسويه بالبيت، لكن هنا ممكن اذا شفتوا المقادير او شفتوا ايضا الوصفه هذه ممكن تسوون نفس هذه النوع من الاطباق وايضا تكون طبعا اكيد في البيت. بالبدايه في المقادير اليوم راح يكون في عندي اكيد شرائح من الدجاج، لازم تكون شرائح دجاج مقطعه وايضا مسحبه من العظم. ممكن احسن نوع ممكن انه استخدمه اني اللي هو يكون صدر الدجاج، لكن انه يكون صدر الدجاج بهذا الشكل مقطع بهذه الطريقة ويكون شرائح، شرائح كاملة طبعا. بعد ما يكون في عندي أكيد استخدام كمية جيدة من الدجاج مثل ما ذكرنا، ممكن المقادير راح تكون ظاهرة على الشاشة أكيد. أيضا راح يكون في عندي استخدام تقريبا حبتين اثنين من البيض أو ثلاثة، أيضا راح يكون حسب الرغبة، بالإضافة إلى تقريبا كوبين اثنين طحين. راح استخدم ايضا كوب كامل من البقسم، البقسم اللي هو الكعك المطحون او ممكن يكون في عندي هنا خبز يعني مطحون ايضا، ممكن انه استخدم تشيبس، ممكن انه استخدم حسب الرغبه، ممكن استخدم كعك، لكن اهم شيء ما يكون بسكر يعني او بكميه كافيه من السكر يعني، اوكي؟ لازم انه يكون مالح. ايضا راح يكون في عندي استخدام بهار خلطه من البهارات. استخدم هنا ثوم، استخدم هنا بصل، لا مو بصل وايضا ثوم، لا، استخدم هنا بصل يكون مطحون، استخدم ايضا ثوم يكون مطحون، بالاضافه الى مجموعه حلوه من البهارات، ممكن شويه كمون، ممكن ايضا شويه كزبره، اكيد راح يكون حسب الرغبه. ايضا راح يكون في عندي الافوكادو، الافوكادو هنا اختياري حسب الرغبه يعني ايضا، يعني ممكن اذا لقيته بالسوق اشتروه، واذا ما لقيته خلص ممكن استبدله باي شغله اخرى. بالاضافه ايضا الى ثوم حسب الرغبه، وايضا راح يكون في عندنا الطماطم. هذه المقادير راح اعيدها مره ثانيه، ممكن استخدام كيلوغرام كامل، كيلوغرام كامل من صدر الدجاج، راح استخدم 2 بيضه، بالاضافه الى حلو راح يطلع تطلع المقادير بالجو، طلعت جيد جيد جيد. اذا صدر الدجاج، بيض، طحين، بقسم، بهارات، بهارات اكيد متنوعه ومشكله، بالاضافه الى الافوكا، بالاضافه الى الثوم وايضا الطماطم. راح ارجع مره ثانيه واقول الافوكا حسب الرغبه، موجود بالسوق اشتريته، ما موجود بالسوق خلاص ما اشتري. اذا راح ابلش نسوي الطبخه هذه، لكن قبل ما نخلي الزيت، المقادير موجوده، يا سلام على المقادير، يا سلام، شفتوها كلش بسيطه، ممكن اي شخص يشوفنا ويتابعنا ممكن يسوي هذه الطبخه. الاسكالوب، مو بس الاسكالوب حصرا على المطاعم، لا طبعا ممكن تسووه انتم بالبيت طبعا، اكيد راح تكون طبق ممتع جدا وايضا وجبة جدا حلوة. في البداية راح اخذ البيض، تقريبا بيضتين اثنين كلش حلوين بدون كتكوت الحمد لله. راح اخذ الثانية واضيفها ايضا، راح يكون في عندي استخدام تقريبا بيضتين اثنين، شوية وقعت من ادب لكن مو مشكلة نشيلها، يا الهي شالت، حلو. راح يكون في عندي استخدام ممكن رشة ملح، وممكن انه استخدم البهارات، نفس البهارات، ممكن استخدمها بالطريقة الأولى، ممكن استخدمها بالثانية أيضاً، يعني ممكن استخدمها بالحشوة، سوري إنه ماكو حشوة، ممكن استخدمها بالتغليفة، وممكن أيضاً استخدمها بالبيض أو أضيفها للبيض، طبعاً لازم إنه أضيف بهارات على البيض، مهم جداً، لسبب واحد بس، إنه حتى تروح الزفرة مال البيض، هذا راح يكون اختياري حسب الرغبة، اللي هو شنو؟ استخدام الثوم. طبعا اكيد راح يكون عندي اضافه الثوم، لكن الثوم يكون مدقوق طبعا، او يكون سوري يكون مهروس، واحده كلش كافيه. بعد ما ضفتها ابلش اخلط هذه المواد. عاده بالسكالوب اللي هو طريقه البانيه الانجليزيه طبعا تسمى بالسكالوب، طريقه البانيه هذه ممكن اضيف شويه حليب الى البيض، هذه من الاختياريات او الاشياء الاختياريه اللي حسب الرغبه. بعض المطاعم للاسف تضاف او يضيف المايونيز بدل عن البيض. اذا راح يكون في عندي مراحل هنا، في مرحله اولى راح يكون في عندي استخدام البقسم، شوف هنا اضيف له اكيد ملح واضيف البهارات
ثوم مطحون وبصل مطحون، ممكن إضافة أيضا شوية من الكمون، الكمون أيضا بيكون ممتع جدا، طعم يكون رائع جدا. ممكن أضيف أنا إذا حبيت أيضا ممكن أضيف له شوية من إذا حبيته شوية من الكزبرة، الكزبرة المطحونة طبعا. هذه تكون اختياريات حسب الرغبة. بعد ما أشوف أنه تقريبا المواد عندي صارت بهذا الشكل، أحتاج إلى تغليفة أخرى، هي تكون طبعا أكيد تغليفة الطحين. لذلك الطحين أيضا لازم أنه أضيف له بهارات، لذلك بقيت شوية من البهارات. جيد، هأخذ الطحين أضيفه بهذا الشكل يا حبيبي، بعدين أضيف كل بهار. شوفوا هنا البهارات إيش قد مهمة، أكيد بتكون مهمة، تعطيكم نكهة، يعطيكم طعم، تعطيكم فطعم مميز. أنا صراحة يعني دائما أقول روح الطبخة، روح الأكلة بنوع البهار اللي ممكن تستخدمه. خلص هذا بيكون عندي جاهز. هنا عندي بقسم، هنا عندي طحين، هنا عندي بيض. إذا أجي أخذ الدجاج، ملحني يا عيني ملحني، أيضا أضيف له شوية ملح. بعد ما أضيف الملح قبل كل شيء، قبل كل شيء لازم إنه أضيف كمية وافرة من الزيت. عادة ما تكون هنا طرق القلي مهمة إنه إضافة كمية جيدة من الزيت. هذا الزيت ممكن إنه أخليه يكون خاص بس للقلي. يعني شنو عندي بوتيتا مثلا أقليها، عندي دجاج، عندي كباب، أكيد بيكون حسب الرغبة. هالكمية جيدة جدا من الزيت، أنتظر لحد ما يكون ساخن جدا حتى أبلش إنه أعمل الطبخة مالتي. بعدها راح أبلش أخذ أول شيء يضاف الدجاج، شرائح الدجاج كلها بالكامل على الطحين بهذه الطريقة. غلفته بالطحين، نجي ناخذه نخليه على البيض بهالطريقة هذه. آخر شيء أغلفه بالبقسم. يا سلام، شفتوا الطريقة جدا بسيطة، أبدا مو صعبة وأيضا جدا سهلة. بعد ما تكون عندي بهذا الشكل أكيد راح أنتظر يكون الزيت جاهز. راح أبلش بالقطعة الثانية. لاحظ هنا المرحلة الأولى خليها وين؟ على الطحين. المرحلة الثانية أخليها على البيض. كلش بسيطة حبة المشاهدين، ممكن أنه تشوفون أنه الطريقة هذه هي طريقة بسيطة جدا لصنع نوع من الأطباق المميز اللي هو بيكون أكيد يكون اللي هو استخدام مواد ممكن أن تكون ذات قيمة غذائية عالية وممكن أن تعطيني طعم ونكهة جيدة. يعني ممكن أن أستخدم هنا أنواع كثيرة من البهارات المختلفة، وأيضا ممكن أن أتميز بإضافة تغليفة أخيرة. أكو مرات إحنا نضيف هنا شوية من الشيبس، شيبس بطاطا، ممكن أخلي أي نكهة اللي أريدها، ممكن بالتشيدر، ممكن بالجبنة الفرنسية، ممكن يكون بالأعشاب، ممكن باللبن، أكو اللبن لبنة هيك شيء، أكو لبنة وزعتر يعني. فيكون عندي الطريقة بهذه الشكل. لازم أن يكون زيت جدا ساخن، درجة حرارة تكون تقريبا 128. يلا أبلش بعدين أضيف هنا كل الدجاج، والدجاج عندي أوريدي جاهز. نأخذ القطعة الأولى، لكن قبلها خلينا نتأكد أنه الزيت صار ساخن. خل أضيف شوية هنا، ما راح يسوي صوت. ضيف لا بعده، خلي يكون جاهز حتى أضيفه. هنا الأفوكا والطماطة خالهم أنا للزينة. تعرفون أنه من الأشياء المهمة، الأشياء الأساسية هو تزيين الطبق. كل أكلة تسووها لازم أنه تزينون الطبق مالتها. مهم ليش؟ مهم أنه مرات أنه العين تأكل قبل المعدة، يعني العين تأكل قبل المعدة. لذلك كلش مهم أنه زين الطبخة، أنه أجملها، أنه أضيف لها إضافات حلوة، ممكن فاكهة، ممكن أضيف نوع من الخضار، يعني بيكون أكيد حسب الرغبة. أعتقد الزيت يكون جاهز، شفتوا؟ شوية خلق وتضاف هنا بعد شوية زيت، لكن مو مشكلة نكمل الباقي. ناخذ الحبة الثانية خليها بالزيت، الزيت لازم يكون كمية وافرة. أضيف هنا قطع الدجاج بهذا الشكل، شفتوا الطريقة كلش بسيطة. لاحظوا هنا بلش الزيت يكون ساخن، لما يكون عندي ساخن يلا انه ابلش اقلبهم. لاحظ هنا ايش راح اسوي؟ راح ابلش شوي ازرفه بالشوكه، والسبب حتى انه
يدخل الزيت بداخل الدجاج، بكل الدجاج طبعا. لاحظ، ناخذ الثانية ايضا وابلش اقليها. يا سلام، ايضا نفس الشيء، شوية اعملهم بهذا الشكل وخلاص، اتركهم لحد ما يكونوا تمام التمام. في عندي قطعة اخرى من الدجاج، طحين وبيض. بيض مهم، قلت اني قلت انه بعض المطاعم بعض المطاعم بيخلوا هنا المايونيز، صراحة غير جيد إضافة المايونيز، لكن الجيد هو إضافة البيض. خلص القطعة الأخيرة أيضا جهزت، طبخة تقريبا جاهزة، بقى أنه أقرنش الصحن أكيد وأقدم بها الإسكالوب. الإضافة إلى راح يكون في عندي طبق آخر لهذا اليوم اللي هو الكب كيك. الكب كيك اليوم راح أحشيه بالمربى، وممكن احشي حسب الرغبه، ممكن احشي كاكاو، ممكن احشي ايضا المربى، نوع المربى اللي راح استخدمه اللي هو التوت، وممكن استبدالها بالفريز. اكيد احبه المشاهدين راح تكون طبخه مميزه جدا مره ثانيه، واكيد رجعنا وياكم احبه المشاهدين. مثل ما شفنا انه في بدايه الطبخه او في بدايه الفقره أمن الاسكالوب، طبعا اللي هو الاسكالوب اللي هو اسكالوب الدجاج، مثل ما قلنا انه ما راح يحتاج الى ذاك الوقت، ما يحتاج الى وقت طويل، كل ما هنالك انه نمشي على الخطوات اللي احنا سويناها. المقادير كانت كوبين اثنين من الطحين، كوب كامل من البقسم بالاضافه الى بيضتين اثنين، مجموعه حلوه من البهارات، كان فيها الثوم، كان فيها اكيد الكمون وايضا البصل المطحون، بالاضافه لايضا كان في عندي هنا استخدام مثل ما قلنا الافوكا وايضا الطماطه هو اللي قارنش او التزيين الطبخه. مثل ما شفنا بعدين يكون في عندي قلي عميق اللي هو نسميه احنا الديب فرايد، ديب فرايد اللي هو طبعا اكيد كميه وافره من الزيت حتى انه تتحمص اكثر، وطبعا اكيد لازم انه انتظر الزيت يكون كله ساخن، ولو احنا شوي استعجلنا، لكن انه بالاخير انه تكون كميه الزيت مثل ما قلنا وافره، وايضا تكون يعني تمام التمام، يعني يكون في عندي ساخن جدا. يكون في عندي قطع الاسكالوب بهذا الشكل، كل ما لكن لسه نبلش ناخذها ونخليها في الطبق، مقرمشة كريسبي، وتكون عندي بهذا الشكل. يا سلام، شوية معدنوس على الوجه، وأقدم هذا النوع من الطبخات. هذا النوع من الطبخات تعتبر أو يعتبر من الطبخات اللي بتكون سريعة جدا، بالإضافة إلى ضمان النكهة والطعم. اللعبة وين؟ اللعبة بتكون لما تكون في عندكم مجموعة حلوة من البهارات اللي ممكن انه تستخدموها، هنا راح يكون في عندكم طابع الخاص بكم. في مقادير طبخة لهذا اليوم راح يكون في عندي الكب كيك، حتى يكون في عندكم كب كيك بهذا الشكل لازم انه تكتبوا لي المقادير اللي راح تكون جدا بسيطة، باستخدام في البداية طبعا اكيد الطحين، الطحين ممكن انه استخدم هنا كيلوغرام كامل او ممكن استخدم هنا مقدار كوبين اثنين حسب ما انتم الكمية اللي عندكم. دائما 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 اذكر انه هنا ممكن انه كل ما زاد عندكم عدد المقادير، كل ما زاد سوري عدد الاشخاص عندكم في البيت، ممكن زياده بعدد المقادير باستخدام اول شيء طحين في الكب كيك، بالاضافه الى راح يكون في عندنا ايضا حليب، راح يكون في عندنا هنا الزبده، راح يكون في عندنا اكيد البصل، سوري البيض، بالاضافه الى بيكنج باودر، فانيلا، ايضا راح استخدم لنا مجموعه حلوه من الحلويات مثلا الحلو، يعني باضافه الها شويه من التوت البري، وايضا استخدم لنا عصير التوت، بالاضافه الى حبوب الشوكولا وايضا السكر. حبوب الشوكولا راح يكون في عندي اختياري حسب الرغبه، ممكن تستخدموها ممكن ما تستخدموها، يعني راح تكون حسب الرغبه. في البدايه ايش راح نسوي؟ راح اضيف هنا بيكون عندي هنا استخدام تقريبا 3 خواشيق الى 4 خواشيق او نص كوب، راح يكون حسب الرغبه. استخدام الزبد، راح اضيف زبد وانتظر لحد ما يكون ايضا ساخن. راح اخذ البيض تقريبا 3 بيضات 4 بيضات، يكون حسب الرغبه استخدام البيض من الاثنين للاربعه، لا يكون اكثر، يعني 3 بيضات حلوين اضيفهم. دائما لما اضيف هنا لما اضيف هنا البيض نفس الشكل هم
هنا البيكنج باودر، هنا الفانيلا، نعرفهم اكيد من الريحه. دائما من اضيف يكون في عندي اضافه البيض لازم نضيف له فانيلا، كل ما كثرته بالفانيلا كل ما كان احسن. هنا السبب حتى لا احس ب يعني لا احس بزفره البيض. وراها خلاص راح ابلش انه اخلط هذه المواد. مثل ما شفنا اللي راح نحتاجه هنا ممكن انه يكون خلطهم بطريقه سريعه، شوي شوي اضيف السكر، راح يكون بعد استخدام حليب، ممكن انه استخدم بدل الحليب كريمه اللي هي كريمه الخفق. أنا لازم انه ادور الزبد، مهم نص كوب زبد كلش مهم بالكب كيك حتى تكون هشه وايضا طريه. يلا يا عيني يلا، يا سلام ريحه الزبد كلش طيبه. مرات تستخدم هنا زبده تكون مملحه، ومرات تستخدم هنا زبده غير بدون ملح. تعرفون ان المملحه بتكون الحواريه تكون احنا نسميها شبيهه بالدهن الحر، اما اللي تكون خاليه من الملح فهي تكون البيضه. هنا يعطيكم طعم كلش طيب خاصة الحلويات، انصحكم بها طبعا. بعد ما يكون في عندي الزبدة جدا سائلة اضيفها وين؟ اضيفها على المزيج اللي عندي. ايضا شوية شوية. هنا أنا راح يكون في عندي اضافة الطحين، لكن قبل ما اضيف الطحين. الطحين لما اضيفه اضيف عليه البيكنج باودر، بعد ما اضيف البيكنج باودر يلا اضيف الطحين على المزيج. ايضا ارجع اخلطهم. شويه نعجل الموضوع. هنا من اشوف انه راح يكون في عندي عجينه متماسكه، بعد ما انه اتاكد خلط المواد كلها مع بعضها يلا ابلش انه اضيف هنا شويه شويه من شويه شويه يكون شوي شوي من الحليب. لما اشوفها انه متماسكه اكثر اضيف حليب، لما اشوفها انه صارت سائله اخلي شويه طحين، لكن هو بتوازن. لاحظ هنا ما اريد تكون كلش سميكه، اريد بالعكس تكون سائله حتى اقدر اتحكم بها. لاحظ هنا شويه 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 خلاص كلش تمام. صينية تدخل الفرن يكون فيها زيت تقريبا، ضفت هنا 3 كواشيق من الزيت النباتي في هذه الصينية، وأوزع الزيت بهالطريقة هذه. هنا راح نجي للحشوات، الحشوة اللي ممكن أنا أخليها كاكاو، أو ممكن إنه أخلي عصير الفريز، أو ممكن عصير كرز، أو ممكن عصير توت، راح يكون أكيد حسب الرغبة. بلش اضيف حبوب كاكاو، شويه من العصير، وممكن اضيف هنا ايضا شويه من التوت او مربى التوت. انا حتى اضمن اكو طعم ونكهه بتكون كلش طيبه. خلاص يا سلام على الهدوء. راح ابلش انه اضيف مزيج الكب بالصينيه اللي راح تدخل الفرن، درجه حراره الفرن بتكون تقريبا 185، الوقت يكون تقريبا 25 دقيقه بس يكون في عندي الكب جاهز. شفتوا طريقه التحضير جدا بسيطه سهله وايضا سريعه، والاهم من هذا انه الخطوات شفتوها من البدايه للنهايه. اضيف كل المزيج هذا، شفتوا خلطة المواد اللي بيها، ضفت شوية من عصير التوت وأيضا ضفت شوية من حبوب الكاكاو، أو ممكن أستخدم هنا باودر الكاكاو، هنا راح يكون أكيد حسب الرغبة اختياري طبعا. بعض الأشياء اللي احنا نخليها تكون اختيارية، والأما الأشياء الأساسية فأنا أذكر دائما الأشياء الأساسية. خلاص تكون في عندي صينية جاهزة،
بعد ما يكون في عندي صينية جاهزة، لكن قبل ما أوديها للفرن تعالوا شوفوا متوازنة متساوية. هذا الموضوع كلش مهم حتى تطلع شكل واحد. هنا أنا ما أقدر إلا أخليها شيء كبير شيء صغير، ودائما أترك مسافة حتى لا إنه تطلع عن القالب. لذلك هذا الموضوع كلش مهم. باي باي يا حبيبي بالفرن. بعد ما إنه خليها بالفرن بربشات راضم ساعة تكون عندي بهذا الشكل. اللي يحب انه زينها بطريقه بسيطه جدا انه ممكن اضيف عليها اني مجموعه حلوه من الشوكولا، ممكن اضيف لها شويه شوكولا سائله، او ممكن اضيف لها هنا اذا حبيتوا انه شويه كريمه، اكيد راح يكون حسب الرغبه. لكن انا الشيء راح اسوي هنا راح اخلي هنا شويه من التوت واخلي له شويه من العصير واهرس حبات التوت هذه بهذا الشكل، أهرسهم كل زين وأخلي عليهم شوية مربى وأخلطهم تمام يا حبيبي. تمام، بعد ما تكون في عندي خلطت هذه المواد تمام، هنا أنا راح أجي أخذها وأمسح عليها بالوجه شوية شوية، ما أخلي كل شوية بس إنه اسم بالوجه بهالطريقة هذه. بعد ما أضيفها بهذا الشكل، بعد ما اضيفها بهذه الطريقه هذه راح ابلش اضيف عليها حبوب من الكاكاو وتكون عندي بهذا الشكل. خلص الطبخه بتكون جاهزه. طبعا اتمنى انه هذه الطبخه عجبتكم مع احبتي المشاهدين. طبعا دائما انتظروا فقرتي في برنامج شمس الفلوج، راح تكون في عندي اطباق سريعه واكيد الانتقال اليها نادي. شكرا لك خلدون، واكيد الاطباق اليوم حلوه وتجنن والاطفال حيكونوا فرحانين بها كلش. شكرا جزيلا. انا اول واحدة استفاديت واخذت الوصفه أكيد. هذا شيء مهم. اذا خلدون ننتظرك اكيد باطباق ثانيه، واني بنفسي ومحمد اكيد راح نجي نشوف الاطباق. شكلها ولا اروع خلدون. الطبخه كانت جدا بسيطه اكيد تكون ولا اروع. شوف هنا راح تكون طبعا مثل ما تشوفين ان تكون الحشوه اهم شيء، وايضا ان تكون بهذا الشكل محشيه وكامل. عاشت ايدك. طبعا راح اذوقها بعد البرنامج لانه ما تكفيني هاي النص وحده. انا لازم اذوقها. الله الله، يا سلام سلم ولا اروع. وممكن طبعا نحشيها بغير اشياء. ممكن اخلي هنا فواكه مجففه، ممكن اضيف هنا فريز، ممكن اضيف فراوله، فريز فراوله حسب الاطفال شو يحبون. حسب الاطفال. عشان ايدك تكون بها طريقه هالشيء يعني. مبين انت حبيتها فلازم انا يمعنها حبها. اذا الشيف حب شيء انا يمعنها حبه. كلش